إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. الحدث اليوم هو دخول الترجي الرياضي التونسي غمار كأس العالم للأندية سوبر جلوبال 2022 في كرة اليد، اللعبة في السعودية بالتحديد في الدمام. أول ماتش لممثل تونس في المجموعة الرابعة باش يكون اليوم كما قلنا مع مينيستروس المكسيكي اللي سبق ولعب مقابلة الأولى البارح من برشلونة وخسر بنتيجة عريضة 50-18 لبرشلونة البارح قدام مينيستروس. الماتش متاع اليوم بين الترجي الرياضي التونسي مينيستروس المكسيكي بداية من نص نهار ونص في الدمام، نص نهار ونص في السعودية. ماتش يتعدى مباشرة على القناة الوطنية الفينش. على كل التوفيق والحظ السعيد للترجي، يلعب غدوة مقابلته الثانية مع برشلونة في انتظار شال انتصار ونتيجة إيجابية اليوم قدام الفريق المكسيكي. تصفية كان بالنسبة للأواسط تلعب حاليا في مصر، التصفية الخاصة بشمال إفريقيا، يشارك فيها منتخبنا الوطني اللي تعادل البارح في أول مقابلة مع المغرب 0-0. الماتش الثاني مع ليبيا نهار الجمعة، ليبيا اللي تعادلت البارح مع الجزائر 1-1 بلاش ليبيا حتى لدقيقة 90+4 الوقت اللي عدل فيه المنتخب الجزائري. الحكم أسامة بن سحاق هو اللي باش يظفر المقابلة المتأخرة في الجولة الأولى غدوة إن شاء الله في البطولة، مقابلة من المجموعة الثانية بين الأولمبي البيجي والاتحاد المنستير، نذكر غدوة الخميس مع ماضي 3 في الكميتي. نقعدوا مع الحكام، تعيينات حكام مقابلة البراج الأول لسد الشغور في الرابطة الثانية نهار الخميس، هما زوج مقابلات يبدأوا الساعة 2:30 في مساكن أولمبيك مدنين مع الأولمبي للنقل التحكيم الباديس بن صالح، وفي العالية مستقبل محمدية يلعب مع مرجان طبرقة بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي. نحكيو على المونديال في قطر، 33 يوم قبل الانطلاقة الرسمية، فما برشا متحسرين على غياب زوز نجوم كبار، زوز نجوم عرب على المونديال هذا، هما زوز من أحسن اللاعبية في البريمير ليج وفي العالم. نحكي على محمد صلاح المصري ورياض محرز الجزائري، للأسف يكونوا غايبين من أبرز النجوم الغايبة على المونديال هذا بسبب عدم تأهل الجزائر ومصر، وهذا شيء نعرفوه. البارح صحيفة استاد الدوحة نشرت خبر فرح برشا حبيب زوز اللاعبية ذوما، وقالت أن محرز وصلاح باش يكونوا موجودين في الدوحة في المونديال، باش يلتحقوا بصفة رسمية بطاقم التحليل الفني الخاص بقنوات بين سبورتس خلال الكأس العالمية القادمة. دونك الأول مرة باش نشوفوا محمد صلاح، نشوفوا زادة رياض محرز يحلوا في مقابلة كرة قدم، والمناسبة هي كأس العالم قطر 2022 على قنوات بين سبورتس. نكمل بالكرة البرة، اليوم أهم ليزافيش الموجودين، أهم المقابلات المنتظرة في البطولة الإنجليزية جولة 12 والبطولة الإسبانية الجولة العاشرة. خلينا نبدأ بالليغا الثمانية، ريال مدريد مع إلشي، وريال سوسيداد السبعة يستقبل ريال مايوركا. في إنجلترا مقابلة القمة بمانشستر يونايتد وتوتنهام الجولة 12 تبدأ مع 8:15 متاع الليل، قبلها 7:30 نيوكاسل مع إيفرتون، ليفربول مع وستام، وبرنتفورد مع تشيلسي. هذه كل مقابلات كما قلنا في البطولة الإنجليزية الجولة 12. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع أمين وكامل الإكيب في أحلى صباح.